أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تم التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك السيد دانيال درابنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السيد الرئيس اعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجيه الامريكي ناقلا سيادته تحياته الى الرئيس جو بايدن ومؤكدا على علاقات الشراكه الاستراتيجيه الممتده بين مصر والولايات المتحده والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشان مختلف الملفات السياسيه والامنيه وقضايا المنطقه من جانبه نقل بلينكن الى السيد الرئيس تحيات الرئيس الامريكي مؤكدا انه في اطار العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين الصديقين فان واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقياده السيد الرئيس لاستعاده الاستقرار وتحقيق التهدئه واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. واوضح المتحدث الرسمي انه في هذا السياق تم استعراض التطورات والاحداث الاخيره في الاراضي الفلسطينيه والجهود المشتركه والمساعي المصريه الجاريه لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الايام الماضيه حيث اكد السيد الرئيس الى ان تطورات الاحداث الاخيره تؤكد اهميه العمل بشكل فوري في اطار المسارين السياسي والامني لتهدئه الاوضاع والحد من اتخاذ اي اجراءات احاديه من الطرفين مؤكداً سيادته موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء واضاف المتحدث الرسمي انه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشان عدد من القضايا الدوليه والاقليميه ذات الاهتمام المشترك فضلا عن بعض موضوعات العلاقات الثنائيه بين الجانبين وقد تم في هذا السياق التطرق إلى قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف مشددا سيادته على أهمية الدور الأمريكي للإطلاع بدور مؤثر لحل حالة تلك الأزمة